بلا حدود من الدوحة، أنا جلال شهدة أحييكم. منذ عقود تلعب باكستان دوراً إقليمياً محورياً، خاصة فيما عرف بالحرب على الإرهاب، بشراكة أمنية طويلة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة. عقود نسجت خلالها ثاني أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم شراكات سياسية استراتيجية قوية شرقاً وغرباً، أبرزها عربياً مع دول الخليج. عسكرياً تعتبر القوات المسلحة الباكستانية سابعة أكبر قوة مسلحة عالمياً، وهي الوحيدة في العالم الإسلامي التي تمتلك سلاحاً نووياً. رغم هذه المكانة الدولية والإمكانيات والقدرات، إلا أن الاقتصاد الباكستاني يتقدم بشكل متواضع ويتعثر كثيراً، خاصة في السنوات الأخيرة نتيجة نزاعات سياسية داخلية وعوامل أخرى أبرزها تراكمات اقتصادية عن حكومات سابقة. إحدى أكبر معضلات باكستان السياسية المتوارثة وأكثرها تعقيداً قضية كشمير التاريخية، حيث كان الإقليم موضع خلاف بين باكستان والهند حتى قبل الاستقلال عن بريطانيا عام 1947. منذ ما يربو على 70 عاماً تتنازع الهند وباكستان تبعية هذا الإقليم الذي شكل ولا يزال مصدر توتر عسكري ودبلوماسي حاد بين الدولتين النوويتين. وفي إطار هذا الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب طاحنة أعوام 48، 65 و71 من القرن الماضي، أسفرت عن مقتل حوالي 70,000 شخص من الطرفين. وفي تطور خطير يهدد أمن جنوب القارة الأسيوية برمته، وفي مثل هذا اليوم تحديدا في 5 أغسطس العام الماضي، أقدمت الهند على إلغاء ما عرف بالوضع القانوني الخاص لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، وأعلنت أنه أصبح باطلا. غضبت باكستان ورفضت ما أسمته عدوانا هنديا، وقالت إنها ستفعل كل ما في وسعها لمواجهة هذه التدابير غير القانونية المتعلقة بالنزاع الإقليمي بين البلدين. وبدأ فصل جديد من المواجهات العسكرية والصراعات السياسية حول الإقليم. نسأل في حلقة اليوم رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان في الذكرى الأولى لقرار الهند إلغاء الوضع القانوني الخاص بإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، عن انعكاسات القرار الهندي على مسار العلاقة السياسية والأمنية بين نيودلهي وإسلام أباد. نستوضح علاقة باكستان بقضايا الشرق الأوسط والدول الإقليمية الكبرى، ومع الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الرئيس دونالد ترامب ومسار السلام في أفغانستان. نعرج على التحديات الداخلية التي تواجه حكومة عمران خان، خاصة في جانبها الاقتصادي. السيد عمران خان سياسي ورياضي باكستاني، بعد مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات المحلية والدولية، دخل مطلع 90s القرن الماضي عالم السياسة، فبات من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. انتقد بقوة حكم الرئيس بيرفيز مشرف وما أسماها تبعيته للإدارة الأمريكية، كما خالف إدارة آصف علي زرداري وعارض سياسة رئيس الوزراء نواز شريف. أسس عام 1996 حركة الإنصاف التي برزت حزبا سياسيا في واجهة المشهد السياسي الباكستاني. وضع أول مرة عام 2007 قيد الإقامة الجبرية في منزل والده إثر إعلان الرئيس بيرفيز مشرف حالة الطوارئ في باكستان، ووضع مرة ثانية في الإقامة الجبرية في حملة للرئيس السابق آصف علي زرداري على المعارضة عام 2009. قاد مع أنصاره اعتصامات في العاصمة إسلام أباد ومظاهرات احتجاجية في مدن باكستانية ضد حكومة نواز شريف، يعرف بمعارضته القوية للغارات الأمريكية على المناطق القبلية، وكان يدعو دوما إلى التفاوض مع مسلحي حركة طالبان باكستان. يتولى منصب رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية منذ آب أغسطس عام 2018 إثر تصدر حزبه الانتخابات العامة الباكستانية. سيد رئيس وزراء باكستان عمران خان، أهلا بك في بلا حدود، شكرا للحديث إلينا على الجزيرة. عام تحديدا مضى على اتخاذ الهند هذا القرار، وهو إلغاء الوضع القانوني الخاص في جامو وكشمير، وأيضا تعتبر الآن هذه المنطقة ولاية هندية لا يمكن التفاوض عليها. خلال هذا العام، ما الذي فعلتموه لمواجهة هذه الإجراءات الهندية أحادية الجانب؟ دعوني أولا وقبل كل شيء
أنور مشاهدي الجزيرة حول ما يحدث في الهند أو حقيقة الكارثة في الهند. أنا واحد من هؤلاء الباكستانيين الذين يعرفون الهند جيدا بحكم كوني رياضيا، كان لدي الكثير من المحبة والأصدقاء والاحترام في ذلك البلد. دعوني أشرح لكم كارثة الهند. الهند تم الاستحواذ عليها من قبل أيديولوجية متشددة مستندة إلى الار اس اس. بإمكان مشاهديكم عبر الهواتف الذكية أن يدخلوا إلى جوجل ويكتشفوا من هم الار اس اس وأيديولوجيتهم. أيديولوجيتهم مستندة إلى أيديولوجية ألمانيا النازية. هم معجبون ويحترمون بهتلر وأيديولوجية التفوق والسيادة للعرق الأبيض للنازيين. وحرك كما حول النازيون تلك الأيديولوجية نحو كراهية اليهود. للأسف هذا ما يحدث في الهند في ظل هذه الأيديولوجية المتطرفة. الأيديولوجية الهندية في ظل حزب الار اس اس موجهة نحو المسلمون ونحن المسلمين والمسيحيين والمواطنين الآخرين الذين لا يعتبروهم باعتبار المواطن الأصلية. ما حدث في كشمير، كشمير من حيث الأساس هي إقليم متنازع عليه بين الهند وباكستان منذ العام 47، وهناك العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تعترف بكون كشمير إقليما متنازعا عليه. وكان الحل هو أن يكون هناك استفتاء يقرر فيه شعب كشمير تبعيتهم، هل يريدون التبعية لباكستان أو الهند. ولكن عقلية وذهنية هذا الحزب الهندي الحاكم اكتسح ودفع جانبا كل قرارات الأمم المتحدة، ومن حيث الأساس قرروا أن كشمير لم يعد إقليما متنازعا عليه. والآن وعلى مدى عام أغلقوا إغلاقا تاما شعب كشمير، وحرم شعب كشمير من حقوقه الأساسية. الآلاف منهم تم زجهم في السجون منذ أكثر من عام، كما أن وادي كشمير المعتمد على السياحة قد تم تدميره اقتصاديا والإغلاق التام شديد. وهناك حوالي 800 ألف عسكري، وجعلوا من 8 مليون مواطن يعيشون حالة من السجن. شعب كشمير يريدون منه أن يقبل الوضع الراهن والتخلص من الفقرة 370 التي منحت أو وعدت شعب كشمير بوضع قانوني خاص. وللأسف حكومة موريندي مودي اتخذت هذا القرار الذي رفضه شعب كشمير. وهذا الوضع حيث هناك 800 ألف عسكري فرضوا سجنا مفتوحا على شعب كشمير برمته هو أمر لا يمكن أن يدوم. وعلى حكومة الهند أن تفكر ما هي الخطة البديلة الآن. طيب، بعد هذه المقدمة سيد رئيس الوزراء، ما الجواب على سؤالي؟ ماذا فعلتموه خلال هذا العام لمواجهة هذه الإجراءات الهندية أحادية الجانب؟ نحن كما تعلمون المقدمة كانت مهمة لأن كثير من الناس لا يفهمون ما يحدث في كشمير، ومن الأهمية بمكان لشعوب العالم الأخرى وخاصة في الشرق الأوسط أن يدركوا ماذا يحصل لشعب كشمير، وأن ما يحصل لشعب كشمير إنما هو معاملة لبشر كأنهم دون البشر، وهم محرومون من حقوقهم ويعيشون حالة من السجن المفتوح، وتم اعتقال الكثيرين وتم اكتشاف مقابر جماعية في الهند قبل سنوات. إنه من أكثر الأوضاع
الصعبة يعيشها شعب كشمير. وأنا واجهت مجلس الأمن الدولي وشرحت أمام الجمعية العامة انتهاكات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة سطرت انتهاكات حقوق الإنسان. وعلاوة على كل ذلك، هناك احتمال من أن الهند وباكستان وكلاهما قوة نووية، إذا ما استمر الوضع تفاقما أن يكون هناك تصادم. وقد سبق وأن حدثت هناك مناوشات على خط التماس بسبب قصف مدفعي حصل، وهذا من السهولة بمكان أن يسوء ويؤدي إلى ما هو أسوأ. والأمم المتحدة التي نشأت في العام 45 كان الغرض منها تفادي تصعيد هذه الأمور، وأنا تدخلت لدى الأمم المتحدة عدة مرات سائلا ضرورة تدخلها في الأمر. نريد أن نعرف إلى أي مدى ممكن أن يسوء هذا الوضع العسكري. أنتم في مقال نشرته نيويورك تايمز قلت إذا لم يفعل العالم شيئا لوقف ما تقوم به الهند في جامو وكشمير، فإن دولتين نوويتين ستقتربان من المواجهة العسكرية المباشرة. هكذا قلت أنت سيد رئيس الوزراء. هل هذا الاحتمال وارد؟ هل الخيار العسكري على الأقل مطروح من قبلكم؟ في فبراير من العام الماضي كان هناك حادث قصف أو تفجير انتحاري داخل كشمير. الجيش الهندي والحكومة الهندية بدلا من أن تطلب منا تفسيرا حاولت إثبات بأن باكستان كانت ضالعة في الأمر، فأرسلت طائراتها لتقصفنا واضطررنا للرد وأسقطت طائرة هندية. طبعا باكستان لا تريد مواجهة لأننا، وأنا أكرر هنا، نحن قوتان نوويتان لا نريد تصعيدا، لأنه حتى مع مناوشات بسيطة لا ندري إلى أين تنتهي. لهذا السبب بذلنا قصارى جهدنا لحل هذه القضية على مائدة التفاوض. نحن راغبون في التحدث معكم بعد هذا حتى الخامس من أغسطس الماضي. بعد الخامس من أغسطس لا يمكن لباكستان أن تفتح حوارا معهم، لأنهم ومن جانب واحد اغتصبوا أرضا وأقليما كان من المفترض أن يبقى أرضا متنازعا عليها. ولهذا السبب أخشى أننا لن نستطيع التفاوض معهم حتى يعودوا إلى إعادة الفقرة 370 كما كان عليه الوضع في السابق. طيب سيد خان، أنتم تتهمون الهند بدعم ما يعرف بجيش تحرير بلوشستان، في المقابل الهند أيضا تتهم باكستان بأنها تدعم وتسلح الكشميريين في الشطر الخاضع لها ولسيطرتها في كشمير. ما ردكم على هذا الكلام؟ هل فعلا باكستان تدعم بالسلاح الكشميريين في هذه المنطقة؟ كما تعلمون وينبغي أن تفهموا أن ثلث كشمير داخل باكستان، والكثير من اللاجئين من الكشمير المحتلة من الهند هم موجودون داخل باكستان. وأي دعم كان قد قدم لهم من باكستان في الماضي، دعوني أوضح لكم أن باكستان كانت دائما راغبة في الجلوس إلى مائدة التفاوض وحل المشكلة عبر الحوار. ما تفعله الهند نحن أوضحنا ذلك، هم يستخدمون الأعمال الإرهابية في بلوشستان وكراتشي والتي هي أكبر مدينة ميناء عندنا. وأيضا اعترف بالقيام بأعمال إرهابية في بلوشستان، وللأسف هذا الأمر مستمر منذ سنوات. إذن السبيل الوحيد للبلدين أن يحلا مشكلاتهما هو عبر الحوار.
ومنذ أن جاءت حكومتي إلى سدة الحكم ومنذ اليوم الأول عرضنا عليهم إنكم إذا ما اتخذتم خطوة تجاهنا سنخطو خطوتين تجاهكم، لأنه ليس هناك حل. فبلدين نوويين لا يمكن أن يتحملا أعباء أي تصعيد. للأسف الطريقة الوحيدة للحوار هي لو أن الهند ألغوا قرارهم بإلغاء الوضع القانوني الخاص لكشمير وجامو. عليهم أن يفعلوا ذلك، وبالطبع الحوار هو الإجابة الوحيدة. طيب، ولكن لم نفهم بعد ما طبيعة الدعم الذي تقدمه باكستان للمسلمين الكشميريين سيد رئيس الوزراء؟ آسف، لم ما هي طبيعة الدعم الذي تقدمه باكستان للمسلمين الكشميريين في المنطقة الخاضعة للهند؟ الحقيقة هي أن عندما كان الكشميريون الذين يعيشون في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية قد طردوا إلى باكستان، كانت هناك حركات عبر الحدود. الآن بنوا سياجا ولا يمكن لأي حركة أن تتم عبر الحدود، لأن هناك سياجا قد تم بناؤه على طول الحدود. إذن أيا ما كان يحدث في الماضي والآن وبعدا ومنذ أن جاءت حكومتي إلى الحكم، أؤكد لكم أنه لا يوجد هناك أي حركات عبر الحدود من باكستان الهند. وقد دعونا مراقبي الأمم المتحدة ليأتوا إلى خط الهدنة وخط التماس وأن يقرروا هل أن هناك أي حركة عبر الحدود أم لا. لأختم ملف كشمير، ما رأيكم بموقف منظمة التعاون الإسلامي من هذا الإجراء الهندي لأحادي الجانب في إقليم جامو وكشمير؟ أنت تتحدث عن منظمة التعاون الإسلامي OIC. ما رأيكم بموقفها من ما حصل في جامو وكشمير؟ عم باكستان توجهت إلى الأمم المتحدة وإلى منظمة التعاون الإسلامي وطلبت من المنظمة أن تطلب من الهند احترام قرارات مجلس الأمن الدولي. ولكن يعني هذا لم يحصل. ما رأيكم بهذا التعاطي من منظمة التعاون الإسلامي المعنية بشؤون الإسلام في العالم مع هذه القضية بالأساس؟ كما ترون فإن منظمة التعاون الإسلامي يجب أن لا تتحدث عن كشمير وبقوة فحسب، بل مع ما يحصل للمسلمين في الهند 200 مليون منهم، فقد مررت الهند قرار المواطنة والجنسية والذي يميز بشكل معيب ضد المسلمين، وقرار تسجيل المواطنين ثم حذف أسماء المسلمين مواطنين هنود. هذه مقدمة لعملية إبادة، وهذا ما حدث في العام 1935 في ألمانيا النازية، وقوانين نيورنبرغ كانت مقدمة وتوطئة لحذف أسماء اليهود كمواطنين ألمان. وفي ميانمار في العام 92 عملوا الشيء نفسه ورفعوا وشطبوا جنسية المواطنين المسلمين، وهذا ما يحدث في الهند وهو توطئة لحرب إبادة ضد المسلمين. وعلى منظمة التعاون الإسلامي أن ترفع صوتها أكثر وأقوى. أخشى أن الهند كونها سوقا كبيرة والناس يخافون على فقد تجارتهم معها، والبلدان الغربية تفعل ذلك، وأيضا في ظل إعطاء الأهمية والاهتمام بهونغ كونغ وقضية حقوق المواطنين في هونغ كونغ. لكن قارنوا ذلك بما يحدث لثمانية مليون مسلم في كشمير. واضح أن ازدواجية المعايير تلعب دورها هنا، لأن الهند سوق كبيرة تتجاوز أهمية حقوق الإنسان. تحدثت عن الانتهاكات التي تطال المسلمين في ميانمار، في الهند، في جامو وكشمير، ولكنك لم تأتي على ذكر أقلية الإيغور المسلمة في الصين، ولم تطلب من منظمة التعاون الإسلامي الحديث عنها. لماذا سيد عمران خان؟ What?
دعوني أقول شيئا. انظروا إلى ما حدث في العالم الإسلامي ابتداء من ليبيا وثم الصومال والعراق والآن في سوريا وما يحدث هناك. طبعا الكارثة في أفغانستان مستمرة منذ 20 عاما. إذا أنا محل اهتمامي الرئيسي كرئيس وزراء الباكستان هو كشمير. لهذا السبب نتحدث عن كشمير، لأن أرض متنازع عليها بين باكستان وكشمير. بالطبع بإمكان أن نتحدث عن المسلمين في كل أنحاء العالم. حاليا هناك 8 مليون كشميري يعيشون في سجن مفتوح منذ سنوات. هذه أولويتنا وهي أكبر من أي كارثة أخرى تحل بالعالم الإسلامي، وعلى وجه الخصوص تهم باكستان، لأن باكستان متتأثر بشكل مباشر لأننا جزء من النزاع في كشمير. طيب، قمة كوالالمبور الإسلامية المصغرة تحدثت عن شؤون وهموم المسلمين خاصة في المناطق التي يضطهدون فيها. أنت كنت من الزعماء يعني المتحمسين لهذه القمة. جمهور قناة الجزيرة الناطقة بالعربية سيد رئيس الوزراء يريد أن يعرف لماذا لم يشارك عمران خان في هذه القمة التي تدعو لتسوية أمور المسلمين في العالم ومنها في كشمير مثلا. نعم، هذا صحيح. أردت حضور القمة في كوالالمبور، ولأنني أكون أقصى درجات الاحترام للدكتور مهاتير محمد، والذي يعتبر أحد قادة العالم الإسلامي، قادة دول في العالم الإسلامي، والذي غير بلده تماما وأصلح أحوال بلاده ورفع مستواه. أنا أكن له الاحترام الكبير. هو أيضا يتحدث عن المظالم التي تحل بالمسلمين، وبالطبع تركيا كانت هناك أيضا وبلدان أخرى حضرت وأرادت إلقاء الضوء وإبراز أحوال المسلمين وال الإسلاموفوبيا أو الرهاب من الإسلام أو الخوف من الإسلام. أردنا الحديث عن ذلك، ولكن للأسف باكستان تريد أن تكون ذلك البلد الذي يجمع بلاد المسلمين سوية، ولم نرد أن يكون لقاءنا سببا لانقسامات وشروخ في العالم الإسلامي. لهذا السبب للأسف اضطررت إلى إلغاء مشاركتي. سأسأل سؤال بكل صراحة سيد رئيس الوزراء، هل واجهتم ضغوطا اقتصادية لثنيكم عن المشاركة في قمة كوالالمبور؟ دعونا نعبر عن الأمر بهذه الطريقة. كانت هناك بلدان هي بلدان صديقة جدا لباكستان وساعدتنا في ظروف صعبة، والباكستان التي توليت حكمها كانت تواجه أسوأ وضع اقتصادي في تاريخها. لهذا السبب البلدان التي ساعدتنا في تلك الأوقات العصيبة لم نرد أن نتسبب بعزلها عنا. أردنا أن نبقي على مواقفهم منسجمة معنا. من هي هذه البلدان؟ من تقصد سيد رئيس الوزراء؟ دعونا فقط ننتقل إلى أسئلة أخرى. أسألوني أسئلة أخرى. طيب، ما تقييمكم لموقف المملكة العربية السعودية قائدة العالم الإسلامي بلاد الحرمين قبلة المسلمين؟ ما رأيكم بموقفها من قضية كشمير وما يتعرض له المسلمون في جامو وكشمير؟ إن العربية السعودية لديها سياستها الخارجية الخاصة، ومن أكون أنا لأنتقدها؟ ولكن أقول شيئا واحدا فقط، إن السعودية العربية ساعدتنا، وأنا أكرر في ظل أصعب الأزمات الاقتصادية. ليس هذا فحسب، بل السعودية العربية ساعدتنا في الماضي عندما كانت باكستان تواجه مشكلات، وحوالي 3 ملايين باكستان يعملون في السعودية. لهذا السبب من وجهة نظري باكستان كانوا أصدقاء لنا في أصعب الأيام التي واجهتنا. توقيت التقارب السعودي الإماراتي مع الهند، وإن كان يعني هذا التقارب هو حق سيادي لكل دولة، ولكن هل يقلقكم في إسلام أباد في هذا التوقيت؟
أنا أكرر مرة أخرى، دولة الإمارات العربية والعربية السعودية وأي بلد سياستهم الخارجية يتم وضعها بناء على مصالحهم القومية، ومن نكون نحن لنسأل من بلدان أخرى تغيير السياسات الخارجية؟ الأمر الشأن شأنهم، وباكستان تحديدا نحن نشعر، وأنا أكرر، أن هناك كارثة تتجلى فصولها في الهند، وأن أيديولوجية متشددة استحوذت على الأمر، وحوالي 1.3 مليار في بلد يمتلك سلاحا نوويا. هذا كابوس، وهو كابوس. دعوني أقول لشعب الهند، فإن ما يحدث في الهند هو تفكيك لنظامهم الديمقراطي العلماني، ليس فقط تفكيك لنظام الديمقراطي. الهند بلد متعدد الأعراق والثقافات، وأينما كان في مجتمع كهذا هناك أيديولوجية تستند إلى التفوق العنصري، فهذا يحمل في طياته كارثة للمجموعات العرقية الأخرى والأديان الأخرى الذين يعيشون في ذلك البلد الكبير. ومن حيث الأساس، إذا كانت هناك أيديولوجية دينية تستثني الآخرين وتقصي الآخرين، فإن هناك ملايين، المئات الملايين من الهنود الذين لا يؤمنون بهذه الأيديولوجية. وصدقوني، فإن مسار الأوضاع في الهند، وقارنوها بما كانت عليه قبل 5 سنوات على ما هي عليه الآن. الهند لديها مشكلات مع كل جيرانها، مع الصين ومع النيبال ومع بنغلاديش بطريقة وبأخرى، بسبب نظام أو قانون تسجيل المواطنين، وهي تهدد الهند. وأيضا رسمت خارطة جديدة ضمنت أقاليم تابعة إلى باكستان داخل حدود الهند. إذن هي ليست خطرا على الهند فحسب، بل على جيرانها أيضا، ولهذا سميت الوضع بالكارثة. كان لكم لقاءات مثمرة مع الجانب التركي ومواقف قوية، خاصة ما يتعلق بقضية كشمير. ما الذي يميز علاقتكم مع تركيا خاصة في الوقت الراهن؟ With President Trump. لا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مع تركيا، لباكستان كما تعلمون، فسكان هذا الجزء من العالم، حتى عندما كانت باكستان جزءا من شبه القارة الهندية غير المقسمة، وما هي باكستان جغرافيا الآن، حتى في ذلك الوقت كانت شعوب هذه المنطقة لديها شعور بالتقارب والانتماء والأخوة مع تركيا، وكانت هناك حركة الخلافة التي جعلت أناسا من هذا الجزء من شبه القارة الهندية يبعثون بأموالهم إلى تركيا التي كانت تحارب من أجل بقائها ونجاتها حقيقة. لهذا السبب، ومنذ ذلك الحين لدينا هذه العلاقة مع تركيا. مع الرئيس أردوغان نحن نريد أن نعزز من تعاوننا الاقتصادي معهم. لدينا مجلس اقتصادي استراتيجي معهم من أجل تحسين صلاتنا الاقتصادية بهم، وأيضا لدينا علاقات أخرى نريد أن نتعلم من تركيا. تجني الكثير من المال من وراء السياحة. باكستان ربما هي واحدة من أكثر بلدان العالم تنوعا من حيث تاريخها، من حيث جغرافيتها، من حيث مناخها. لديها 12 منطقة مناخية مختلفة. نريد أن نتعلم من تركيا، لأن تركيا تجني حوالي 30 أو 40 مليار دولار من السياحة. باكستان لا تجني حتى بضعة ملايين قليلة. لذا نود أن نتعلم من بعضنا البعض. أطلقت جهود وساطة باكستانية بين إيران والسعودية، وأنت شخصيا زرت البلدين في هذا الإطار. لماذا توقفت هذه الوساطة، أو كما تسميها أنت، جهودا لتسهيل حوار بين الطرفين سيد خان؟ Well, you know,
إيران جارة لنا كما تعلمون، وبالطبع السعودية لها مكانة خاصة لنا في باكستان كما أسلفت. لهذا السبب بذلنا قصارى جهدنا من في نقطة ما كان هناك خطر حقيقة أن يكون هناك صدام عسكري بين البلدين. لهذا بذلت جهدي لتفادي حدوث ذلك، وأعتقد إلى أننا وإلى حد ما قد تكللت جهودنا بالنجاح في ذلك، لأن خطر الصدام العسكري قد تراجع. بالطبع هناك الكثير من العمل ينبغي أن يتم، لأن هناك الكثير من الشكوك تساور الطرفين، وهناك الكثير ينبغي أن يتم. السيناريو الأسوأ والأكبر ليس لنا في باكستان بل للمنطقة برمتها، وأن يكون هناك نزاع عسكري بين إيران والسعودية، هذا سيكون كابوسا. لذا سنفعل كل شيء نستطيعه للحيلولة دون وقوع ذلك. أين توقفت هذه الوساطة؟ بماذا اصطدمت؟ إنها لم تتوقف، لكن نقطة الانطلاق كانت إلى حد ما أن يكون هناك سلام في اليمن. أعتقد أن التقدم حاصل لكنه بطيء جدا. طالما أنك تحدثت عن اليمن، ما رأيكم بما يحصل في اليمن الآن وهذه الحرب الممتدة لأكثر من 5 سنوات والنتيجة التي اليمن فيها الآن سيد عمران خان؟ أكرر مرة أخرى أنها كارثة أخرى، وأنا فقط أفكر بأننا حاولنا وباكستان حاولت بشكل ما أن تساعد على إحلال السلام في ذلك البلد والذي يتدمر حقيقة. إنها كارثة إنسانية، وكما تعلمون فعلينا أن نستمر في بذل الجهود والمحاولة، لكن الأمر جاء مع حلول جائحة كورونا التي جعلت الكثير من الأمور تأخذ مكانة ثانوية. لكن أؤكد لكم أن باكستان ستفعل ما تستطيع لإطفاء هذه النار المضطرمة في اليمن. لديكم علاقات طيبة مع أطراف الأزمة الخليجية، أين تقف باكستان منها؟ موقفنا موقف بسيط تماما. نحن نشعر أن كل العالم الإسلامي يجب أن يمتلك أجندة مشتركة معينة، وهذه الأجندة المشتركة المعينة تهم كل المسلمين في العالم، وفي مقدمتها الإسلامفوبيا أو الرهاب من الإسلام، والذي يسبب الكثير من القلق للمسلمين الذين يعيشون في بلدان غير مسلمة. في أوروبا يسبب مشكلات، وفي الهند هي مشكلة كبرى. عندما زار الرئيس ترامب الهند كانت هناك هجوما على المسلمين رعته الدولة في نيو دلهي، وقد قتل بعض المسلمين وأحرقت منازلهم، وهذا طبعا موثق بشكل جيد. وكذلك فإن هذا الجهل بالمسلمين وأولا مساواة المسلمين ومساواة الإسلام بالإرهاب وما يسمى بالإرهاب الإسلامي، وأيضا الطريقة التي بعض البلدان الغربية يتم فيها إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسبب الألم للمسلمين. إذن ما علينا أن نفعله كمسلمين هو أن نبين للغربيين وغير المسلمين كيف أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يعيش في قلوبنا وقريب إلى مشاعرنا. هذا ما لا يفهمونه. هو ثانيا أن نجعل هذه البلدان غير الإسلامية أنه لا علاقة بين الإسلام والإرهاب، فالإرهاب ليس له دين. مساواة الإسلام بالإرهاب أو تسمية شيء يسمى راديكال إسلام، الإسلام الراديكالي، هو إسلام، هناك إسلام واحد، إسلام الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك في البلدان الإسلامية من هم معتدلون ومن هم متشددون، لكن
الإسلام واحد وهناك إسلام واحد. للأسف البلدان الغربية تستخدم مصطلح الإسلام الراديكالي من أجل التمييز ضد المسلمين، ويتسببون بالرهاب الإسلامي، لأن رجل الشارع العادي في البلدان الغربية لا يمكن أن يميز بين من هو مسلم متطرف ومسلم معتدل. هذا هو دور البلدان المسلمة. سيد عمران خان، المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام والمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، خلال رعايته للمصالحة زار كثيرا باكستان والتقى قيادات سياسية وعسكرية. ما تأثير باكستان على هذه المصالحة وعلى قيادات طالبان ومجلس الشورى طالبان المتواجد في كويتا الباكستانية تحديدا؟ باكستان لعبت أكبر دور في عملية المصالحة التي تستمر بين طالبان والحكومة الأفغانية، وأنا فخور بالقول بأننا المرة تلو المرة مارسنا كل ما لدينا من نفوذ على طالبان لجعلهم يجلسون إلى مائدة التفاوض، وهذا أقرب ما وصلنا إليه وأقرب ما وصلت إليه أفغانستان إلى سلام بين طالبان وحكومة أفغانستان. لن يكون الأمر سهلا، ولا بد أن تتخلله عثرات، لأن هناك الكثير من تراكمات النزاع، والمجتمع الأفغاني مقسم بشكل عميق بسبب النزاع. لكن أنا متفائل بأقصى درجات التفاؤل، وكل أمل بأن هذا سيؤدي إلى سلام في أفغانستان. نعم، سيكون هناك من يحاولون عرقلة السلام لأن مصالحهم تتناقض مع السلام في أفغانستان، لكن مسار الأمور وبعد هدنة ووقف إطلاق النار لفترة العيد، نأمل أننا في الأيام المقبلة سنرى أخيرا مصالحة تتم في أفغانستان بين طالبان والحكومة الأفغانية. طيب، في تقييم جديد للخارجية الأمريكية أشار إلى أن باكستان لعبت دورا مهما في هذا مسار السلام في أفغانستان، ولكنه أيضا أشار إلى أن باكستان لا تزال تأوي مسلحين في ملاذات آمنة. ما ردكم على هذا التقرير للخارجية الأمريكية وهذا الاستنتاج؟ أيا كان من يطلق مثل هذه المزاعم عليهم أن يفهموا شيئا واحدا، باكستان لديها 2.7 مليون لاجئ أفغاني، ومعسكرات اللاجئين التي تؤوي مئات الآلاف في مخيم واحد هناك 500 ألف لاجئ. ولو أن هناك بعض الناس ربما بالمئات وربما ليس حتى بالآلاف، إذا كان هناك مسلحون يختبئون فيها، ماذا يفترض باكستان أن تفعل؟ هل يفترض بها أن تطرد كل اللاجئين الأفغان؟ لو أنه إذا لم يكن هناك لاجئون أفغان لهم الحق أن يلوموننا، لكن عندما يكون هناك 2.7 مليون لاجئ بمعسكرات تؤوي مئات الآلاف إلى 500 ألف، كيف يتوقعون منا أن نعرف إن كان هناك بضع مئات من المسلحين؟ باكستان كما قلت هناك زياج أمني بين على خط الهدنة بين الجزء الخاضع للهند من كشمير والجزء الخاضع لباكستان على نفس الشاكلة. باكستان تشيد الآن سياجا بين باكستان وأفغانستان. إذا نحن أنفقنا المليارات والمليارات من الروبيات لكي نضمن أنه ليس هناك من سيعبر الحدود. تذكروا حتى الآن لم يكن هناك خط حدود واضح. خط الحدود الفاصل بين باكستان وأفغانستان ليس فيه سياج ولا موانع، والناس على مر القرون كانوا يجتازون هذه الخطوط. الذين يطلقون مثل هذه المزاعم لا يفهمون حق الحقائق على الأرض، ولا يفهمون ماذا على باكستان أن تواجهه في الماضي والحاضر. هذه مزاعم نحن نشعر في باكستان أنها أطلقت لأنها كانت هناك استراتيجية فاشلة في أفغانستان، وهي
الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان التي كانت فاشلة لأنها اعتمدت على حل عسكري في وقت ليس هناك حل عسكري. وعندما يعتمدون على حل عسكري يبحثون عن كبش فداء لإلقاء اللوم عليه لغياب النجاح الذي لم يحققوه في أفغانستان، لأن استراتيجيتهم العسكرية هناك قد فشلت. هل يعبر ما تفضلت به الآن في حديثك عن الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان، هل يعبر عن مستوى العلاقة الآن مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ إذن للمرة الأولى باكستان وسياسة باكستان المتعلقة بأفغانستان والسياسة الأمريكية ملتقيتان على نهج واحد. الباكستان وعدت الولايات المتحدة لتحقيق النص العسكري في أفغانستان، وأنا أكرر لن نستطيع عمل أي شيء لأنه لن يكون هناك حل عسكري. تاريخ أفغانستان ينبئنا بأنه لا غاز أجنبي نجح أبدا في غزو أفغانستان. لهذا السبب فإذا كان الحل هو الإيمان بحل ليس عسكريا بل تفاوضي وسياسي، إذا كم آمنوا بذلك إذن نحن على اتفاق معهم حول هذا الرأي. أريد أن أختم معك بموضوع مهم هو الموضوع الداخلي. سيد خان، المعارضة تقول إن في عهدكم وفي أقل من عامين سجلت باكستان أعلى معدل تضخم في العالم بلغ أكثر من 14%، الروبية الباكستانية تراجعت ب 35%، ما ردكم على هذه الانتقادات من المعارضة الباكستانية؟ دعوني فقط أشرح لكم أن على مدى 10 سنوات المعارضة تشكلت من حزبين كانا يحكمان باكستان على مدى 30 عاما الماضية. في 10 سنوات الماضية أخذوا الدين القومي من 6 تريليون روبية على مدى تراكم على مدى 60 عاما، في 10 سنوات أوصلوه إلى 4 أضعاف ذلك الرقم إلى 30 تريليون، والعجز كان 20 مليار دولار وهو الأكبر في تاريخنا. العجز المالي كان الأكبر في تاريخنا. أيضا مجموع إيرادات الدولة في العام الأول نصفه ذهب لخدمة الديون التي راكموها علينا. إذن حكومتنا أنقذت باكستان من الإفلاس. نحن ومن عجز في الحساب الجاري إلى 20 مليار، اليوم العجز هو 3 مليار، فقد أدرنا اتجاه الاقتصاد نحو الأفضل. طبعا العجز الهائل في الحساب الجاري، الآن حولنا الروبية إلى وضع من الاستقرار، لكن بالطبع جائحة كورونا ضربتنا كما ضربت بقية العالم. حتى الآن باكستان كان أداؤها أفضل من كثير من بلدان العالم ومعظم بلدان العالم، وآثار الإغلاق العام جعل ما حققناه أفضل. إذا ما قارنا ذلك بالهند، الهند قد عانت دمارا شاملا من ذلك. هناك المزيد من الفقر وتراجع في أقيام العملة بسبب إغلاقنا التام الذكي. وضعنا الاقتصادي كان أفضل، اقتصادنا يتحسن ولدينا نسبة فقر أقل، وأيضا صادراتنا في ارتفاع. إذن باكستان في الوقت الحالي هي في وضع أفضل من معظم بلدان العالم التي تأثرت بالإغلاق التام. ودعوني أقول فيما يتعلق بالمعارضة، في باكستان التضخم كان دائما سيحصل بسبب تخفيض قيمة الروبية بسبب العجز في الحساب الجاري، لكن مقارنة بما تم في 10 سنوات الماضية هذا أفضل إدارة للاقتصاد في 10 سنوات. نحن أعدنا
التوازن إلى موازاتنا الأساسية وإنفاقنا العام قد تم إعادة توازنه، لكن ما يسمى بالتوازن الأساسي قد تمت موازنته بشكل أفضل، لكننا كان علينا أن نتعامل مع تراكم الديون وحالة الاقتصاد الصحية تقاس بحالة الحساب الجاري إذا كان هناك فائض أو عجز. لهذا السبب نحن خفضنا العجز في الحساب الجاري إلى 3 مليارات فقط. سؤالي الأخير، هذه المعارضة حزب الرابطة الإسلامية، حزب الشعب الباكستاني، جمعية علماء باكستان بدأت ما تسميه تحركات عبر اجتماعات مكثفة لتنحيتكم من منصبكم، كيف ستواجهون هذا الإجراء من المعارضة؟ السبب الذي يجعل هذه الأحزاب التي أفلست باكستان على مدى 10 سنوات، السبب الذي يجعلهم يريدون الإطاحة بحكومتنا هو بسبب قضايا الفساد المرفوعة ضد قادتهم، وهم يحاولون ابتزازنا لنعطيهم حصانة من محاكمات الابتزاز، وبسبب ذلك ولأننا لن نعطيهم حصانة من قضايا الفساد، لهذا السبب اجتمعوا سوية ويريدون تغيير الحكومة. عندما كان ديننا العام في 10 سنوات يتضاعف 4 مرات، وعندما كانوا يدمرون المؤسسات، مؤسسات كبيرة مثل الخطوط الجوية غيرها، لم يحاولوا إزاحة الحكومة لأنهم كانوا يجنون الأرباح من ورائها. الآن ولأنهم خائفين من محاسبة قادتهم، هم يريدون ابتزازنا لكي نسقط دعاوى الفساد ضدهم، وهذا لن يحدث. وهم لا يحظون بدعم الرأي العام، وهم طبعا فقدوا مصداقيتهم في أعين العامة، وفي العام الماضي حاولوا نفس الشيء والرأي العام لم يستجب لهم، والرأي العام لن يستجيب لهم لأنهم يعرفون ما فعلوه بهذا البلد في 10 سنوات الماضية من حكمهم. رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، شكرا لك على خصنا بهذا الحديث في بلا حدود على الجزيرة في الذكرى الأولى لإعلان الهند إنهاء الوضع القانوني الخاص بكشمير، وهو أيضا يصادف الذكرى الثانية لتوليك منصب رئاسة الوزراء في باكستان. شكرا لك. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، إلى اللقاء بأمان الله ورعايته.